من السليمانية مشاهدينا تنضم إلينا روشان قاسم الصحفية. مرحبا بك أستاذة روشان. مساء الخير، مرحبا بكم. مساء الخير. بداية، ما مدى صحة المعلومات التي تواردت يعني وتداولت أيضا على أن اتفاق تم بين بغداد وأنقرة يفضي بالسماح للقوات التركية بالقيام بعمليات عسكرية داخل سنجار وقنديل ضمن الأراضي العراقية؟ أنا بالبداية تحية لك ولزميلك والمشاهدين تحية لك. فضائية اليوم، والرحمة للشهداء الذين سقطوا يوم الأربعاء في القصف، قصف الاحتلال التركي لشنغال. طبعا هذه ليس هي المرة الأولى، كما يعني في المرات السابقة أيضا كان هناك يعني تضارب بالمعلومات. يعني دائما كان هناك معلومات تأتي من أنقرة بأن هناك تنسيق بين أنقرة وبغداد حول شن عملية معينة ضد في الأراضي العراقية، إن كانت أو حتى ضمن إقليم كردستان، ويأتي النفي من الجانب العراقي. طبعا اليوم صدر بيان، وهذا البيان رسمي يعني من وزارة الخارجية العراقية، ينفي أن يكون هناك أي علم لبغداد بهذه العمليات، بل وأدان هذه العملية وطالب مجددا بخروج القوات الاحتلال التركي من بعشيقة ومن الأراضي طيب أستاذة روشن، يعني تحدثتي العراقية. بأنه يعني إن قلنا أو إذا سألت يعني إذا لم يكن هناك تنسيق أو تقارب بين الطرفين العراقي والتركي بهذا الخصوص، طب لماذا تصمت بغداد وتكتفي فقط ببيان خجول؟ يعني كما قلت، يعني أولا البيان جاء أصلا متأخرا، يعني القصف كان يوم الأربعاء، البيان خرج صباح من مكتب الخارجي، يعني صباح اليوم على الأقل كان يجب أن يكون البيان، يا أما في ليلة 15 آب يعني يوم القصف، أو أن يكون بعدها بيوم واحد. يعني البيان جاء متأخر جدا. نعم. قبل قليل صدر بيان آخر في الحقيقة من مفوضية حقوق الإنسان في العراق، صدر بيان أدان أيضا هذه العملية، وأيضا طالب بأن تكون هناك تحقيق، وطالب الحكومة العراقية بأن تتخذ موقف أكثر جرأة. نعم. طيب هل ستتدخل يعني تركيا وتحتل سنجار كما احتلت مناطق في إقليم كردستان العراقي، أم أنها ستكتفي ببعض الضربات الجوية من باب تصدير أزمتها الاقتصادية إلى خارج حدود البلاد؟ فقدنا الاتصال، يبدو أننا فقدنا الاتصال مشاهدينا مع الأستاذة روشن قاسم الصحفية، حدثتنا من السليمانية، سنحاول الاتصال بها مرة أخرى.